السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في درس اليوم بنشوف حل لواحدة من المشاكل اللي بتواجه مستخدمين برنامج الرفت، وخصوصا المبتدئين في استخدام البرنامج وما يكون عندهم خلفية كافية عنه. كل شركات برامج التصميم مثل شركة الأوتوديسك وأدوبي ولوميان وجوجل سكتشوب وراينو بتنزل تحديثات من منتجاتها وبرامجها، بتضيف بعض المميزات والتحسينات وحل البعض المشاكل. وهذه التحديثات إما بتكون بشكل سنوي مثل شركة الأدوبي وأوتوديسك، مثلا يكون الأوتوكاد 2019 و20 و21 وهكذا، أو يكون مثل الراينو واللوميان يكون 1 و2 و3 وهكذا. كل البرامج تقريبا بتسمح لك بفتح مشاريعها اللي اشتغلتها على الاصدارات القديمة في الاصدارات الحديثة بدون اي مشاكل، بالاضافة الى الرفت. لكن هنا في تنبيه مهم جدا ولازم تنتبه عليه، انه بيعطيك تنبيه الرفت انه بيحدث المشروع من الاصدار الاقدم للاجدد، وممكن تسوي كانسل قبل لا يكمل التحديث. وفي بعض النسخ بيسألك لو تبغى تحدث او تبغى تكنسل هذا الاختيار، لانه حتى لو ما رسمت ولا خط في المشروع لكن مجرد انك فتحته في الأصدار الجديد وحفظت وسكرت، خلاص ما راح تقدر تفتحه على الأصدار الأقدم، وما في اختيار انك تحفظه save as او حفظك وتختار الأصدار الأقدم، بعكس كل البرامج اللي بتعطيك هذا الاختيار انك تحفظها بنسخة أقدم وما بتواجه هذه المشكلة. لكن للأسف الرفت ما يعطيك هذا الاختيار انك تحفظ الملف بنسخة أقدم. فاللي بنتعلم بهذا الفيديو ان نحفظ المشروع بصيغة معينة تساعدنا ان نفتح الملف اللي اشتغلنا عليه بنسخة جديدة، مثلا 2022 على نسخة أقدم مثلا 2021. طيب قبل لا نبدأ بالطريقة، وهي على فكرة الخطوات جدا بسيطة وسهلة، خلونا نجاوب على السؤال التالي: هل هذه الطريقة مثالية وفعالة ونعتمدها 100%؟ الصراحة لا، فيها مشكلة وبنستعرضها خلال الدرس، لكن على الأقل بنكون نقدر نفتح الملف ونكمل شغل عليه ونعدل على كل العناصر بسهولة، لأن أحيانا بيدهمنا الوقت وما يكون عندنا وقت أن ننزل البرنامج من جديد، أو عندنا مشكلة بالنت، أو أصلا نشتغل مع تيم كلهم بيشتغلون على نفس النسخة. طولت عليكم في المقدمة لكن حبيت أن الصورة تكون واضحة تماما. خلونا الآن ننتقل للرفت ونبدأ الفيديو. خلونا قبل لا نبدأ بالخطوات نستعرض المشكلة اللي بتصير بشكل عملي بشكل سريع. الآن عندنا هذا المشروع واشتغلناه على رفت 2021 وما عندنا أي مشكلة فيه وخلصنا عليه شغل. الآن لو رحنا وفتحناه بنسخة جديدة، خلونا نشوف إيش اللي بيصير. نسكر من هنا المشروع، نروح للرفت النسخة الأحدث 22 مثلا ونفتح الملف، نروح الفايل نختار open، نختار المكان أو المسار اللي فيه المشروع وبعدها نضغط عليه ونضغط على open. بنشوف على طول انه بتطلع هذا الويندو بيقول لنا موديل ابجريد، بيحدث لنا من 21 ل 22. لو ما نبغى طبعا هذا التحديث يكتمل نضغط على كانسل ابجريد. في نسخ اقدم كان بيجيب لنا اما اننا نسوي ابجريد، يعني بيعطينا اختيارات، او اننا نسوي كانسل، لكن النسخ الجديده صار على طول بيسوي ابجريد اوتوماتيكلي. الان لو ما اشتغلنا على المشروع ابدا، مجرد اننا فتحناه بس على النسخ الاحدث وسوينا سيف، اما نضغط على كنترول سي او اننا نروح الفايل ونختار سيف. خلونا نشوف مع بعض، بيسوي هنا سيف، او اننا رحنا الفايل وضغطنا سيف، طبعا ما تفرق. الان لو جينا وسكرنا هذا المشروع ورحنا للنسخة الاقدم وحاولنا نفتح الملف، نرجع لرفت 21 ونختار هذا المشروع نفسه اللي احنا نبغى نفتحه، بنشوف انه للأسف ما راح يفتح لنا الملف لانه اشتغلناه بليتر فيرجن او بنسخة اجدد او احدث. وللأسف ايضا لما نروح للنسخة الجديدة اللي هي مثلا 22 عندنا بهذا المثال وفتحناه، ما راح يكون عندنا باختيار save as اننا احنا نحفظه بنسخة اقدم. لو رحنا file وبعدها اخترنا save as وبعدها رحنا اخترنا مثلا project، ما راح يكون عندنا هنا اختيار مثلا رفت 21 22 او مثلا اقدم 18 و19. فخلونا نستعرض الان الحل مع بعض. فاللي بنسويه هو التالي، بنضغط على cancel وبنستخدم طريقة ثانية، وهي اننا بنسوي له export بصيغة مختلفة. بنروح لقائمة فايل ومن هنا نختار export، ننزل على تحت في عندنا هذا الاختيار IFC، نضغط عليه بيطلع لنا هذا الويندو، وعندنا من المهم ان نضغط على البراوز علشان نحدد مكان الملف ونختاره بحيث انه يكون بنفس المسار اللي فيه المشروع. هذا الشيء ما رح يأثر لكن بيساعدنا نكون ارتب ونلقى مشاريعنا، وايضا نقدر نسوي له rename من هنا. نضغط على السيف
وايضا في بعض الديتيلز اللي ممكن نتحكم فيها، نضغط على الموديفاي سيت اب. هنا في بعض الاعدادات اللي بتسهل عليك العمل لو حبيت تطلع عليها، لكن بنشوف بس الليفل اوف ديتيلز ونغيره لو كان مثلا لو لي هاي او ميديوم، وممكن نضغط على ريسيت لو تبغى تعيده للديفولت، وبعدها نضغط على اوكي ونختار اكسبورت. نستنى بس ثواني على بال ما يسوي الاكسبورت، وبعدها بننتقل للرفت النسخة الأقدم اللي هي 21 اللي أصلاً إحنا اشتغلنا فيها، ونفتح الملف، نضغط على فايل، وبعدها نختار، ما راح نختار من أوبن، نختار فاميلي أو بروجكت، لا بنختار IFC، نضغط على هذا الاختيار. من هنا بنروح لنفس المسار طبعاً اللي فيه المشروع ونضغط عليه ونضغط على أوبن. نستنى ثواني بس على بال ما يفتح لنا إياه. وكده زي ما احنا شايفين ان الملف اشتغل معانا وفتح معانا افرفت، ونقدر نغير الالمنت ونحدد عليها وما عندنا فيه اي مشكلة. لكن قلنا انه في مشكلة بسيطة بتواجهنا، انه لما الان مثلا حددنا على هذا الكرتن وول بنشوف انها مختلفة عن اننا لو فتحناها فرفت العادي، بيكون عندنا مثلا from to، وبيكون عندنا مثلا بعض الاختيارات اللي نتحكم فيها من البروبرتيز. وايضا لو دخلنا على الادت تايب بنشوف ايضا انها صارت اعدادات مختلفة، ما هي تماما نفس اللي موجودة عندنا. لكن لو رحنا لل3D أو أي شيء نبغى نشتغل عليه، وطبعا ممكن نضيف بعض الاختيارات، مثلا خلينا نغير الشيدد، بيكون عندنا عادي المشروع ونقدر نشتغل عليه ونضيف بعض التفاصيل. مثلا لو نبغى نضيف ويندو نقدر نضيف بكل سهولة، نقدر نضيف وولز. لكن زي ما قلنا لما نختارها ونضغط على البروبرتيز او نشوف من البروبرتيز بنشوف ان التفاصيل بعضها مختلفة، وفي الـ IFC parameters، فهذا الاختلاف او هذا الشيء الوحيد المشكلة فيها. لكن بيكون المشروع عندنا نقدر نفتحه، وعلى الاقل نقدر نكمل الشغل لو داهمنا الوقت. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عندك أي أسئلة أو مشاكل بتواجهك في برنامج الرفت اكتب لي إياها في التعليقات، وبنخصص لها درس ونشوف أفضل الحلول لها. من الأسئلة اللي بنجاوب عليها في الدروس القادمة هي طريقة إضافة مربع التشطيبات للمخططات، وأيضا طريقة تصدير كل الشيت المشروع في برنامج الرفت للكاد وتكون في ملف واحد. فلو تهمك هذه المواضيع اشترك في القناة وفعل الجرس عشان ما يفوتك أي درس ينزل على القناة بعد كده. لو عجبك الفيديو واستفدت منه أشعرني بالضغط على زر اللايك، ولو عندك أي استفسار سؤال أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات، وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي بفيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.